أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة للتبرع بالدم من أجل الأشقاء في فلسطين. وجهز التحالف الوطني لراغبي المشاركة في الحملة عددا من اللوجستيات الصحية والتنظيمية، منها إعداد فحص شامل للمتبرع قبل المشاركة للتأكد من استعداده للتبرع بالدم دون خطورة وغيرها من التسهيلات. وتتحرك الحملة بسيارة للتبرعات بمشاركة متطوعين من التحالف وصندوق تحيا مصر، لتتوقف بميدان الرفاعي بمدينة العريش من 10 صباحا وحتى 8 مساء. موجودين دلوقتي في ميدان الرفاعي بقلب مدينة العريش، تمام، لغرض تجميع عدد من إرب الدم لصالح اخواتنا المصابين في مستشفيات شمال سيناء. المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعريش يعتبر هو المورد الأساسي للدم لمستشفيات شمال سيناء، إذا كان المصابين في مستشفى العريش العام أو مستشفى بير العبد المركزي أو مستشفى الشيخ زويد أو المستشفى الميداني بالشيخ زويد. تمام، احنا دلوقتي باذن الله موجودين هنا من الساعه 8 الصبح طبقا لتعليمات السيد وزير الصحه، تمام، بغرض تجميع اكبر عدد من الارهاب لصالح اشقائنا الفلسطينيين. وعندنا خطه طوارئ محطوطه من قبل وزاره الصحه والمركز القومي لخدمات نقل الدم بالقاهره، ان احنا عندنا خطه الطوارئ ديت ان احنا اي مصاب موجود عندنا في شمال سيناء لازم نوفر له قرب الدم. وبالاضافه الى ذلك ان الرصيد بتاعنا كافي الحمد لله منذ بدايه الازمه في 7 اكتوبر، تمام، طبقا لتعليمات جالنا تعليمات ان عندنا نحط خطه طوارئ بان نسب الدم عندنا او رصيد الدم عندنا يكون فوق الحد كمان. وجالنا في الفتره اللي فاتت طبعا من الاقاليم الثانيه.